عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي. النهارده ان شاء الله باذن الله هنخش المطبخ حبايبي، نعمل حبه البلح الشام الحلويات دي حبايب قلبي، حاجه كده فاخر من الاخر. بسم الله بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي اللي هو اكبر. يا رب يا حبايب قلبي الطريقه بتاعتي تعجبكم، وان شاء الله جربوها تطلع معاكم احسن من ما عملت. حقيقي يا حبايب قلبي النتيجه النهائيه تحفه 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 بالامانه، طعمه مش قادره اقول لكم، نضيف جدا جدا جدا، وكمان يعني هاشش من جوه زي ما انا وريته لكم. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. يلا بينا على المطبخ نشوف احنا هنعمل الحلويات دي ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، واذكروا الله حبايبي لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. ان شاء الله حبايب قلبي باذن الله النهارده هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض حاجه جميله جدا، بنجيبها من بره بتبقى غاليه جدا، فاحنا على ايه؟ احنا نعملها في البيت، اللي هو ايه حبايب قلبي؟ بلح الشام. مكوناته ايه حبايب قلبي؟ بالكوب المعياري ده حبايب قلبي انا حطيت كوبايه دقيق، حطيت عليها معلقتين بالمعلقه المعياريه بتاعتنا دي، معلقتين نشا، معلقه صغيره بمعلقه الشاي، سكر، ذره ملح، تمام كده حبايب قلبي، وكده وحبه فانيليا صغيرين. كده احنا هنقلب كل المكونات دي مع بعض ان شاء الله. ومعايا 3 بيضات، حطيت هنا ايه حبايب قلبي بقى بنفس الكوب المعياري كوبايه ميه، ومعايا ربع كوبايه زيت بنفس الكوب المعياري، تمام كده حطيتهم دول كده على اساس ان احنا هنحطهم على النار، تمام كده حبايب قلبي. ان شاء الله باذن الله المكونات بتاعته سهله وبسيطه وفي كل بيت. طبعا العسل انا حطاه على النار، كوبايه سكر او كوبايتين سكر قصادهم كوبايه ميه، عشان احنا عايزين السكر، عشان احنا عايزين العسل يبقى ايه؟ يبقى تقيل. ماشي حبايب قلبي، هنقلب كل مكونات الجفه كده مع بعض، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. الطريقه دي اعتمدوها ان شاء الله باذن الله تعجبكم يا حبايب قلبي، والفيديو نقول اعجابكم. لو الفيديو عجبكم يا حبايبي حطوا له لايك، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. يا رب ان شاء الله اكون ضيفه خفيفه واكون فعلا قادره اوصل المعلومه وتكونوا بتستفادوا مني. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين يا رب العالمين. خليكم معايا يا حبايبي، لما ابدا في مرحله ثانيه هبقى هتبقوا معايا، خليكم معايا. بص حبايبي كده حطيت الميه وحطيت عليها ربع كوبايه الزيت زي ما انا قلت لكم، هنفضي بقى مقدار الدقيق، كل المقدار بتاعنا كده ماشي، كل الكميه بتاعتنا كده، هنفضل معاها لحد ما تتكون معايا عجينه. اهم حاجه ان انا مهديه النار حبايب قلبي عشان خاطر ما تتلسعش مننا، احنا عايزين نخفي الدقيق مع الميه، تمام كده زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي الله اكبر، لحد ما احس ان الدقيق اختفى تماما مع الميه حبايبي كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي الله اكبر، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين كده حبايب قلبي. تفضلي ايدك فيها كده لحد ما تدخلي كل المكونات مع بعض كده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، خليكم معايا يا حبايبي. بص حبايبي كده لازم تبرد ماشي، حطيتها في العجان، هنسمي الله بقى حبايب قلبي كده، هنحط في العجان، بس خليكم معايا ثانيه بس. بص حبايبي ونبدا ايه عشان تبرد، شايفين البخار اللي طلع منها؟ انا عايزاها تبرد يا حبايبي كده زي ما انتم شايفين، نفضل معاها لحد ما البخار ده وهي تبرد خالص، لولا ان احنا هنبدا نحط البيض، تمام كده. طبعا العسل انا رافعاه على النار، العسل كوبايتين سكر كوبايه ميه، تمام يا حبايب قلبي كده، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. طبعا انا مشغلاها على الهادي عشان هي حته عجينه صغيره ما تتنطورش في الحله بتاعه العجان وما تبردش، لا احنا عايزينها بالراحه كده على الهادي تبرد مع نفسها كده حبايبي باذن الله. بعد ما تبرد خالص تماما هنبدا ننزل البيض بيضه بيضه، تمام كده حبايبي. يا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم وينول اعجابكم، لو الفيديو عجبكم اعملوا له شير يا حبايبي وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. حطوا اللايك حبايبي، حطوا اللايك، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. ما تنسوش اخواتنا في غزه وفلسطين عن ظهر غيب، ندعي لهم ان ربنا يصلح حالنا وحالهم ويكفيهم شر اللي يطيقوا شره ان شاء الله، ويجعلها شهر خير وفرج وستر من الله عليهم يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين، يشفي مريضهم ويرحم امواتهم ان شاء الله باذن الله. الا ان نصر الله قريب، باذن الله ربنا هينصرهم باذن الله ان شاء الله. احنا عشمانين في ربنا وربنا عنده كتير ان شاء الله، ان ربنا يكرمهم باذن الله وينصرهم من عنده. خليكم معايا. بص حبايبي رجعت معاكم بعد ما بردت، حطيت البيضه وحطيت عليها فانيليا وطبعا نقطتين ليمون زي ما احنا متعودين، وهنسمي الله بقى كده ونشتغل فيها حبايبي.
لما تختفي البيضه الاولانيه دي ان شاء الله هنبدا ننزل بالبيضه الثانيه، تمام؟ لحد ما نخلص الثلاث بيضات مع بعض واحده واحده كده، ربنا يحسن ما بين ايدينا. انا ليه حطيته في العجان يا حبايبي؟ هو العجان انا العجان بيسهل عليكي انه يبرده بسرعه، تمام؟ انما لو ما عندكيش عجان بتفضلي معاها تبردي فيها لحد ما تبرد، انت بايدك بقى، تمام كده؟ كده حبايبي انا اختصارا للوقت، انتوا عارفين النور بيقطع، ربنا يصلح الحال ان شاء الله، واقدر اخلص قبل النور ما يتقطع ان شاء الله. ربنا يصلح حالنا وحالكم وحال المسلمين اجمعين. كده حبايبي واحده واحده كده معاها لحد ما البيضه تختفي، لحد ما اخلص كميه البيض واوريه لكم في الاخر، خليكم معايا. بصي حبايبي طول ما انت ترفعي وعامل لك منقار كده يبقى كده العجينه معانا تمام. شايفين يا حبايب قلبي كده زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. افضيها يا حبايبي وارجع معاكم تاني، خليكم معايا. بصي حبايبي الزيت اهو بقى ماشي، وبنعمل كده ونقطع، تمام؟ الزيت لازم يكون بارد يا حبايبي عشان ما تعملهاليش من بره، ما تتحمرش من بره وتبقى نيه من جوه. شايفين حبايب قلبي المقاس بقى اللي انت عايزاه بتقصيه، تمام كده؟ ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. طبعا بتكوني عايزه المقص في الزيت ماشي كده حبايبي، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم، بس ما بتمليش الطاسه ماشي كده حبايبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. ان شاء الله اما اطلع اول طاسه هوريها لكم حبايبي، خليكم معايا حبايبي. دي النتيجه بتاعت بلح الشام زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. شايفين حبايبي شكله اهي، واحده من جوه اهي حبايب قلبي. بصوا بقى، بصوا الجمال والحلاوه، بصوا بصوا هشه ازاي من جوه، بصوا عامله ازاي حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. يا رب تجربوه حبايبي ويطلع معاكم احسن ما انا ما عملت. ربنا ييسر لنا وييسر لكم الامور ان شاء الله. ما تنسونيش في دعوه حلوه، ما تنسوش تحطوا لي اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. يا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم وينول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو حبايبي اعملوا له شير، حطوا اللايك حبايبي، حطوا اللايك. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واذكروا الله حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.